مساء الخير، الأجواء جميلة وشاعرية، درجة الحرارة مليون والأدرينالين عندي عالي ضارب فوق، فعشان هيك قررت أعمل مغامرة اليوم اللي هي هواية كمان بتفرغ هذا الإشي. طبعا بتفرغه بدها تفرغه بالمكان الصح أكيد ومع الأشخاص الصح، فعشان هيك أنا جبت معي سارة اليوم، واحدة من متابعين كرفان، لتعمل هاي المغامرة معي أو هاي الهواية. لكل اللي عم بيشوفونا، في حال انتم حابين تعملوا هذا الاشي لو سمحتوا ديروا بالكم، لانه هاي الشغله ما فيها مزحه، لازم تكون في المكان الصح في الوقت الصح ومع الشخص الصح ليعطيكم التعليمات الصح عشان تمارسوا هاي الهوايه. خلينا نروح نشوف مع بعض شو بدنا نعمل. صناعة وين إن شاء الله؟ هاي صناعة تركية. تركية. لها طبعا خطر جدا. قاتل يعني. خصوصا بجوز طلقته كابتن وبعدين بتفرش صح؟ مش رصاصة واحدة. مش رصاصة جوا. أكثر من رش فيها بحدود 150 بل صغير. بالضبط. يعني مش زي طلقة المسدس خط مستقيم تروح هيك، لا هذا بفرش. فبالتالي بجوز لو ناس على مدى مترين ثلاثة بجوز طبعاً. لا سمح الله جوز. طبعا هذا هو الأمان تبع البارودة الكبسة، نكبسها زي هيك. هاي أول طلقة في شو اسمه بيت النار. بيت النار أبلش أعين أبو رامي من النص هون، مش من نفس الهاتف، لا مش أقوى، مش فوق الشبرات بشوي. تمام، يا الله ادعوا لي. نحط السماعة دقيقة. أول طلقة ناجحة جدا الحمد لله. هاي الطلقة الفاضية عشان نشوف انه مش حظ. يا رب ما اتنكس. بس خلص انا فيش داعي. انا بصراحة تفضلي تعالي يا انسة. مرحبا، كيف حالك؟ حالك اللي هون انت هيك جاهز. هلا الهدف، لانه بتصفي شغلة رياضيات سرعة، فما بدك تعيني على الهدف نفسه، بدك تعيني 5 سم تقريبا قدامه. يعني الهدف بيجي هيك، بدك تعيني هون عشان الوقت يخبطوا ببعض. تمام؟ اصلا هو بفرش فمش شرط ال 5 سم بالضبط. جاهزة؟ روح ابو رامي الله معك. صادت حمامة مبدئيا هي، ما صار جابت الحمامة. يلا كمان وحدة كمان وحدة كمان وحدة. ما زبطت عملية بقت بالفشل. طب ابو رامي اعطينا تدريب هيك خفيف لسارة، بلكي تجيب الطلقة. ابو زيد اطلع. طب بدنا هلا بدي احط بالمخزن اكثر من طلقه. خلينا نشوف الاكشن اللي راح يصير. هلا انا بدي ابلش احط اكثر من طلقه. نحط اول طلقه هيك كل برا. ابو عويمر بدي اياك تيجي تطخ وانا اصورك. يلا والله غير تيجي. بدنا نصور. لا جد غير اخليك تصور. تعال انا بدي اصور. خليها رني هنوقع علي. تعال. ها طبعا ابو عويمر زميلنا حبيبنا دائما باجي على القناه. تعال شوف شو صدت. خلينا نشوف هسه صائد الصحون. ساره ما فلحتيش بالخرطوش نوعا ما، فبدنا نغير. اوكي روح للمسدس فرد. انت تخوت علي. فرد مي. شو تمام؟ تمام يلا بلكي يلا زبطت معك وفستيني. يلا ان شاء الله. تفضلي. ريدي. ما تثني حالك عادي. ايوه هيك ما في مشكلة. وانت بتسحبي على الزند في فضاوة بالزند. اوكي؟ في فضاوة. الآن تسكري نفسك تسكير. تريحي حالك.
سكر النفس وتسحب شوي شوي. محافظة على الثلاث موجهات، ثلاث موجهات بنقطة البول، محافظة عليهم، ما في مش هاي مش مرتفعة عنهم، واليمين واليسار نفس الشيء، الضوء اليمين واليسار نفس الشيء، وبتسحب شوي شوي. أوكي اسحب. الآن جد. أوكي. هاي طلقة الشيطان. هات فرجع إياها أحمد. تركوا تنوروا لي العيان تبعي نشوف كيف بدنا نخردقه. تبي تحدي؟ أنا بدي أتحداها هلا. يلا حط لنا باغة مليانة أبو زيت. سيئة. جيدة، في تحسن في تحسن. لعلمك شامل، لا سمح الله واحد هجم عليكي معاه بريتا أو جلوك، فقط هدول المسدسين تزبط هاي الحركة معهم. هاي بدي أسحب أقسام على أساس إنه في طلقة جوا، بدك تطفي علي. شدي، ها؟ شو بقدر أعمل أنا هلا؟ ولا إشي، إلا هيك، طخي. ما بتقدر تطخي، صح؟ في كمان حركة أحلى. هلا بتصفي بوكسات و... هيك بنكون خلصنا مغامرتنا اليوم. شو كثير حلوة، بسطي كثير وبتفضي كل شيء عندك، ستريس وضغط نفسي لحظة شفتي كيف انه بطلع. اه لا جميل كثير جميل حلو جميل. وكل حدا عنده ستريس يجي ويطخ، صح؟ بس مش يطخ على يطخ على بعضه، يجي يطخ في بنادي مكان رماية. صح زي ما حكيت لكم، هيك كانت نهاية المغامرة تبعتنا. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا. انا بصراحة انا وسارة هون انبسطنا وطلعنا الطاقة هاي السلبية اللي ما لها داعي. المرة الجاية بجوز تكون مغامرتنا غير، بجوز يكون شخص تاني كمان معاي، ما بعرف راح تكون. تصبحوا على الف خير.